أهم التطورات في العراق والعالم نتابعها بدقيقتين. الكنغر أول الفائزين والأسود جاهزون لمنازلة النشامة في ثمن نهائي كأس آسيا. الناطق باسم الحكومة يقول السوداني تعهد بإنهاء مهمة التحالف في دورة ولايته. إلقاء القبض على متاجرين بالمخدرات وضبط 80,000 حبة كيبتاغون وسط الأنبار. فاز الكنغر الأسترالي على نظيره الأندونيسي برباعية في أولى مباريات الأدوار الإقصائية من كأس آسيا المقامة في قطر. وطنيا قال مدرب أسود الرافدين خيسوس كاساس أن لاعبي المنتخب على أتم الجاهزية لمواجهة الأردن، مؤكدا العزم على تحقيق الفوز في مباراة الغد. قال الناطق باسم الحكومة باسم العوادي أن رئيس الوزراء تعهد بإنهاء مهمة التحالف الدولي خلال دورة ولايته الحالية. وذكر العوادي أن جزءا من تحقيق ذلك يتمثل بعدم إبقاء أي قوات أجنبية على الأراضي العراقية والانتقال إلى مرحلة التعاون الأمني مع دول التحالف. افتتح وزير الداخلية عبد الأمير الشمري أهم مقطع في الجدار الكونكريتي عند منطقة الباغوز على الشريط الحدودي العراقي السوري، وقال إن المقطع الممتد ل11 كيلومترا من نهر الفرات جنوبا باتجاه القائم يعزز أمن الحدود في منطقة تخضع لسطوة الميليشيات والعصابات الإرهابية. أعلنت مديرية شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية في الأنبار القبض على متاجرين اثنين ضبط بحوزتهما 80,000 حبة كيبتاغون داخل الرمادي. وشكلت الحبوب المخدرة ما وزنه 12 كيلوغراما من الكيبتاغون، وتم ضبطها عبر عملية أمنية استباقية نفذها رجال مديرية شؤون المخدرات. للمزيد تابعوا منصة يوتيوب على مواقع التواصل الاجتماعي. Thank you.